لكن خلينا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته استعداداً لسان داونز. كمان في ترند الأهلي، مسحة طبية لبعثة الأهلي غداً. وأخيراً مؤتمر صحفي لموسيماني الجمعة للحديث عن المباراة. أكيد خلاص 72 ساعة على انطلاق المباراة، في استعدادات ومؤتمر صحفي يوم الجمعة تكون فيه التصريحات الرسمية قبل هذه المباراة المرتقبة. لكن نروح لجدول مباريات اليوم والنهاردة، في مجموعة من المباريات المهمة سواء محليا أو حتى إفريقيا وأوروبيا. الدوري المصري النهاردة في الجولة 23، النهاردة في مباراتين، المباراة الساعة 7 المقاولين العرب بيستضيف الإسماعيلي، وفي الساعة 9 مساء على ملعب نادي أسوان، أسوان بيستضيف مصر المقصة. دي الجولة 23 من عمر مباريات الدوري العام. الدوري الإنجليزي والجولة قبل الأخيرة، النهاردة الجولة 37 في 6 مباريات، الساعة 7 في 3 مباريات في توقيت واحد، إيفرتون هيستضيف وولفرهامبتون، نيوكاسل يونايتد هيستضيف جيفيلد يونايتد، توتنهام هيستضيف أستون فيلا، الساعة 8 كريستال بالاس هيستضيف أرسنال، والساعة 9 وربع مباراتين في توقيت واحد، بيرلي هيستضيف ليفربول، ومباراة مهمة جدا لليفربول بالتأكيد بيسعى للتواجد ضمن الأربعة الكبار عشان المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وفي الختام ويست بروميتش هيستضيف ويست هام يونايتد. نهائي كأس إيطاليا النهاردة الساعة 9 النهائي البطل، من سيكون؟ أتلانتا أم يوفنتوس؟ يوفنتوس في محاولة لتدارك آخر مباراة في المشوار هذا العام وبطولة بعد خسارة الدوري والخروج من دوري أبطال أوروبا. نهائي كأس فرنسا أيضا الساعة 9 وربع، موناكو مع باريس سان جيرمان، نفس الظروف اللي يواجهها يوفنتوس أكيد النهاردة بالنسبة لنفس الأمر مع باريس سان جيرمان، منافسة في الدوري الفرنسي صعبة جدا وخرج من دوري أبطال أوروبا فبيسعى للخروج بلقب على أقل تقدير.